الدولار الأمريكي يسجل ارتفاع جديد أمام الليرة السورية في السوق السوداء، وخبير اقتصادي يقدم روشتة علاجية لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال إلى سوريا، ورئيس غرفة زراعة دمشق يؤكد أن أسعار البيض ستنخفض قريبا، وعودة تراجع أسعار الذهب في سوريا على خلفية عودة تراجع سعر الأونصة عالميا. هذه هي عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاع جديد أمام الليرة السورية في تحركات السوق السوداء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وقال مصرفيون إن ثبات سعر الصرف في السوق الموازية ما هو إلا استراحة مؤقتة وبأوامر من المضاربين، وليس له علاقة بالسياسة المالية بمصرف سوريا المركزي. في ظل تجاهل الدعوات بشأن دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج، وبالعودة لسوق الصرف يتحرك دولار السوق السوداء بين مستويات 15,000 ليرة إلى 15,400 ليرة. ووفقا لهذه الأسعار فإن ال 100 دولار هتساوي 1,500,000 ليرة. وحدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار في نشرة المصارف والصرافة عند 13,600 ليرة، وفي النشرة السوق الرسمية التي تصدر عن البنوك عند 12,500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية، قدم الخبير الاقتصادي عمار يوسف روشتة علاجية لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال إلى سوريا، وقال فيها إنه يجب توفير أمان مكتمل للعناصر لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال إلى سوريا، فالاقتصاد السوري يمر بأسوأ مراحله. وأضاف أن الأمان في سوريا غير متوافر حاليا بالشكل المطلوب والمكتمل لتشجيع المستثمرين بالقدوم واستثمار أموالهم في مشاريع بالدولة رغم أن الفرص مغرية. وأكد أن موضوع الجمارك وتخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته لا يخلق حالة أمان للمستثمر، وذكر أن ادخار رؤوس الأموال وإمكانية خروج الأموال والتعقيدات التي تتبعها لا تحفز أي مستثمر على القدوم، بجانب وضع حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار. جميعها عوامل تجعل المستثمر يشعر بالأمان، خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل. وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى خلق بيئة استثمار وتغليفها بالأمان والثقة والمصداقية لتخرج مما هي فيه من تراجع اقتصادي واستثماري ومعيشي. وأضاف أن عدم قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرص والعمل على جذب المستثمرين السوريين. وعلى صعيد أسعار السلع التي يحتاج إليها المواطنين، أكد رئيس غرفة زراعة دمشق أن أسعار البيض ستنخفض قريبا، وأوضح أن الخطوة التي قامت بها الغرفة بالتعاون مع وزارة الزراعة حول استيراد نحو 20,000 صوص من أمات البياض من روسيا ستعكس توازن كبير في الأسواق السورية بقطاع الدواجن. وفي النهاية فإن أي استقرار في أسعار السلع والأسواق فهو أمر محمود نتطلع إليه جميعا حتى يشعر المواطن بنوع من الراحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء سجل الدولار في دمشق 15,000 ليرة مبيع و 15,100 ليرة شراء، وسجل الدولار في حلب 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية طرطوس 15,100 ليرة مبيع و 15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حماة 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 15,100 ليرة مبيع و 15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء،
وسجل دولار في عين العرب 15100 ليرة مبيع و 15000 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 15200 ليرة مبيع و 15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 15200 ليرة مبيع و 15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في دير الزور 15300 ليرة مبيع و 15200 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة القمشلي 15400 ليرة مبيع و 15300 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15878 ليرة مبيع و 15713 ليرة شراء، وسجل الدولار الكندي 10839 ليرة مبيع و 10721 ليرة شراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18784 ليرة مبيع و 18584 ليرة شراء، وسجل الدولار الاسترالي 9857 ليرة مبيع و 9742 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 449 ليرة مبيع و 442 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3949 ليرة مبيع و 3906 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48275 ليرة مبيع و 47760 ليرة شراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4031 ليرة مبيع و 3987 ليرة شراء، وسجل الريال القطري 4068 ليرة مبيع و 4024 ليرة شراء، وسجل الدينار الأردني 20918 ليرة مبيع و 20698 ليرة شراء، وسجل الدينار العراقي 11314 ليرة مبيع و 11199 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 307 ليرة مبيع و 302 ليرة شراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و 106 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و 16 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 972 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 833 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2318 دولار فاصل 26 سنت، وسجلت ليرة الذهب 7 مليون و 981 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 521 دولار فاصل 69 سنت، وسجلت أونصة الفضة 441863 ليرة سورية اللي بتساوي 28 دولار فاصل 87 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14207 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، ولا تزال أسعار صرف الدولار مستقرة في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89650 ليرة للبيع و 89350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.